الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما عدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ما على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، أجيب دعوة الداع إذا دعان، قد يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. بوك بحثين روشتین لازم توجه ایک روشتین کا شخصیصیات ایک انسان رسائلی دیانداران جی آرکاتو شخصیصیات ایک اگر بیتو انسان جعایتی اوانینکا نت تنها چیتو ریزی دیاندارکانی تر بلکی لگشتین خواتر ولا حرچی هست چون او دیاندار به ارادانه هیچ کانیان لا فتح لدرجه که خواب وی دیاری کرد ولا نادا چون خوارتر ناروا. اما انسان وقتی به اقتضای او خصوصیات که هفی حرکت نکاب لا درجه تواوی مخلوقاتی سرش خوات ارواد و اویت اصفل ساخلین لحب چیز اصفل. امتیاز انسان اوستکا روح ایکی خواهی واسیا روح ایک ایمد لحقیقتی خواهی شیوانا زانی اما مظهرکانی آثارک و لإنسانا سيارة لوانا طوانا تناسين و تنها ناسين أوانيش لازم أبو عم الضعنوان خليفة للسردوية
صورت کلی وجودی روح لنا و املاشا اوی تسببی اوی که انسان دارای دو دان خاصه و دو دان استعداد به کیفی جان علم اوی کلیان اراده وقتی که جن علم مقصود من هر جور زانین یکنیه مثلا مقصود من اوانیه که انسان به حواسی خمسه اتوانی شد درک چون که اما نخصوصیات انسان نیه و حیواناتی کریش لیتا که انسان مشترک بود علمی که خاصی انسان عبارت اللہ اویوال خیر طریقه طریقی بصر و قلب یا فؤاد و سمع لم في طريقه و بو انسان تيار كصورة مختصر بيان كين بصر من دنيا كبو او روحة كمتالعا كالعالم شهادة يعني عالمك و داراي الرن شكل كإنسان وسيله قوة البصر للطريق تشاوى مطالعيك آيات المشانة كانت للدم بل الإنسان ولخد الإنسان أناسي دعي مكا بصر معلومات تذكر نوبي قلب أذاتك او معلومات البصر اكاك وسيله استدلال بو ناصر وراء ام عالم الشهاده وهو ناصر ذات الخاطئه يعني بو درك معلوماتك وبصر ناصراني كفياك و بن ترتيبا انسان ببصر وقلب شناخت جهان بيني خوي كبكا انيني سوا بوسيله السمع كقوي سيهم بورو او شتانه وربكريكا لا طريقي بصر يا قلب ودفنا كذا لبر أمك أوانا من العالم شهادا ومن العالم غيب ذات الفاتحة فعبارة إلى أحكام إلى دستورات خطاب بإنسان صادر ابنك أوضك يا أوانك ام احکاما لهیچ کان من دو عالم نیم سریار و قرار داد سایه کن که تنها ریگه کسیان او تک انسان بیان بیسه و قبولیان او تسلیمیان یعنی ان لیکن ایک لن دو عالم که انسان دو سیلی بسر یا قلب کسیان که ونر ریج کسو استقلال استقلال بس آور بي بصر وقلب لسر أمانه لبر أوكا لبين دليل مدلولة وشي رابط هيك تايبة الزر كتصوري أنيان إنسان بغيني بتصوري أنيان كلبين حقائقي ليش يتلم دو عالما و او احسامك بحثيتين او رابطيتين اذا فلا احكام و سمع دركيانك او وريانك ري بطريق الوحي و هميشان كتابكاني خواه كبوب الشرحاتون
هدایاتێک لە زمینەی کاری بەفر و قەلبیشان ئاژەڵ بێت، چون ئینسان زەعیفە، ئەگەر بێت و خوا دەستی نەگرێ هدایەتی نەدا، ناتوانێ لە دوو قووەی بەفر و قەلبی سادەی شایستە بکا. لەبەر ئەوە مەسەڵەن قورئان پڕە لە ڕەهنەمایی ئینسان بۆ ئەمەی کە چۆن مطالەعەی ئایاتی ئافاق و ئەنفوسە وسیلەی بەفر بکا، ويا شون وسيلة قلب شناف لباري خواه وقياس كاو لباري عالم غيب وو جهن ديني كاملي بدس. وحتى تما شاقين أكثر هداية في خواه بوسا أم بشا كأمي أصلا كاري بصر قلب بلام رحمة خواه ومقتضي بوضوعي أمكا إنسان مشكلات و ناتواني و موانعك لرغي قراري فرد بطرف إخوة و هداية بيت بوهم دواني شكبت واني وزيطة إخوة عن الجامعة بل تدوغا إنسان بوسيلة أجدان قوة جهان بيني و عقيدة جيد كسبكاو لجهان بيني و عقيدة نادروس جاية كاتو لزميني أحكاما خير لشر تمييز أدا و بسيطة ريغي حق خير لريغي شر باتو جا كاتو تازواي أمن نوبي فاسيد ومي إنسان كإرادة سي كإنسان لوس بي قوة إرادة تصمیمی نهایی خواهی بگره که ویدیو که دو ویدیو نازدار انتخاب کرد. وجود قوه ارادهش به انسان شکیت بدیهی فقط نک اشاره کن ایش اوی که اگر انسان وقت سایر حیوانات تنها یک ریگه بتوانی آن تصور بگیری لازم نبود قوه اراده این وقتی تنها یک ریگه تصور که یکی چه اراده ای چه نیبه هر گو ریاد وقت مثلا گاو از سوزن هر کام فقط یک ریگه تصور کن و در نتیجه گرکیان یا گرکیان نیبه لو ریاد بلان واقعیت ایسا که انکاری ناکرد همه که انسان زیادر لیگ ری اتوانی خصوک لذی نشا و لا احکام و هر آ امه که اتوانی زیادر لیگ ری تشخیص با مقتضی او سکنگیری اراده چی چونکه در خارج از تماشا که هر فرد یا هر گروه گوانی سر یک ری و امه رو انسانانه که اتوانی زیادر لیگ ری تشخیص با لما معنى يوصل لعين يماك چندان الرئي تشخيص دعان إنسانا رئي يعني بك أمش ببي قوة إرادة كعبارة لقوة وترجيح يجب لجودان الرئي دعو انتخابه في الأدوى الرئي فإنسان لأم قوة إرادة أساس كي من دوئك لإنسانا ك حب بعض الشيك رغبتها لبعض الشيك أو نفسه بيزارها لبعض الشيك الواقع بعض الخرافة في أخوشة بعض الشيك ناخوشة بعض الباس في أخوشة بعض الشيك ناخوشة و الواقع سائل الشيكان لوقت يكاك إنسان بيمشي في الجاهلية يعني لمحدودي حياة الدنيا كما شاركا حدثي في فرزي نبي في حياتي آخرة لبرشاوي نيو رابطي لتخوى رابطي بند وخاون في البصرة دروس الشاي السنبين أو حبون أفراسيا بردي عنكم هر اوشتانی و لحیاتی دنیا ارزشیان هست اوانم که محبوبن بوی و در نتیجه سعیان بو اکاو انتخابیان اکا و اوانی و لحیاتی دنیا ناخوش نامطلوبن اوانم که تنفری هست لیان و
حول دابو من تليان بالكويت ودر نتيجة كوان أمته كل شيء كان منحصر إلى حياة الدنيا وهذا من سورتاء يتأثر الفاصلين في الله كلا براد أما وقت الإنسان بيمشي ديني بوزورك أخوالا وحي خويا نابي في الأكثر وثاني خويا كذكر وقتك جهان دينيك قرآني وطيابو بردي أو ميريشا وسع كرب يعني أن جاريت اللي محدودة حياة الدنيا كحب نفسها ودى نتيجة سعلي فرشو تقلع بل بتوجه بحياة آخرة و بتوجه بمن كإنسان هر أول مثلا محدودة حياة الدنيا بجو وأقول كأوشتان وقبل المحبوب هون ابن منفور وأوشتان وقبل المنفور هون ابن منفور مثلا إذا قبل خش جرامي و الصلاة مقام مرتبة متعلقات أمانة محبوب هو هول بيان دا إستاب توجه با سميك آخرته كسو محاسبة كسو للايك تروى إنسان خاونه بي و لبرابل أو مسئولة أمانة منفور و أجل بل لو الكأن بيمشى حياتها تحملي رنجي زحمة بو برزو كرني كلمة إخوة منفور بو خويلة دور أجب إسا أمانة محبوبة ووقتك حب نفسي غوريا أنجارة سعلك وشيشي غوريات ومطلوب مقصودي تغيير أكن توجهي بولاي مقاصد الجورة وبرز ودور قرارك و بعد وجه بويك أم نيرو إرادة أروك نيرو علم بيدان خصوصية كالدواي حاتم لدواي حاتم الروح أنا ولاشا وإنسان حيابون اگر بیتو آوها تغییریک لانسانا تیانو لذی مشیا و لدوایا لسعی و حرکتیا لحب و نفرتیا او خصوصیات هروا تنهان امونو و هرده لده مليانه كيفر آثار الظاهريان مية در نتيجة او انسانا فقط بالقوة انسان و بالفعل و بحيوانات فكرة و دوان خواهد و تنها لوقت اكا انسان انسان كواقع جرسيوه ك او خاص العلم و خاص الارادة بالوين لفعاليتا بنو هر کام در زمینه خویا خریشی کار دی و بشی علم ارواح کوتمان کار کردن بم صورت ها به که بسر خریشی مطالعه خوی لآیات آفاق و انفساد قلب خریشی استدلال و دستاوتی بسر به با کسب جهان بینی کامل البته هر دیان بکومشی هدایتی خواهی و سمع ايش احكام برنامج زندگي لخواه دياب ساتو تسليم به تحميل روح انساني واسك بمترتيب انسان برنامج كامل بعنوان انسان لإختيار هروها كاري قوة الإرادش أما ذلك إنسان با توجه له بمشاء وجهن بين يكامل كطيائك أم قوي حب نفرتيا
متوجهي أواني ومحبوبي حقيقي ومنفوري حقيقي من البيت و بعيد لأعوى بس بكاريتي هولوكو الشيخي بتعديد كيف إنسان أجر جرجي بإنسان لي أجر لبرابري ميروي حب نفسك ووا خريك محصور بين الدائرة في الدنيا و فقط أوشتانك لم زندقي عاجل وزود قزراء بس إنسانك فقط أوشتان مطهوبي بن مبرابر يأمير ووض سفت المحكم بيز باستنداد لو زنشو جهان بينيا وخوى داركا أو مير ووا داركا بتركي أو حب نفرك لمحصول حياة الدنيا و محبوب ومنفور للاي اوانا بنك لاي خوا محبوب ومنفور ودر نتيجة دائري توجه هول سعي كوشي بضرية وصلع آليرا مجاهدة لتكنفة بو انسان مطرح ك أعمل دوان هر وقت شده بیگانه فرزی اکا که لبرابر یو اویسه و بری اگریتو کنترول اکا و ببی اعام مجاهده و ببی ام کنترول کردنه انسانی لبرنامه هدایت خواهیشا اما ایتل بصورتی بدیهی بیان کراو که کسی علمی دینی حتى خد العلم تنها لواء الرشي هذك إنسان دعائي بتواني أم مجاهدة ساتو تزجي خلقك يعني أو خصوصيات إنسان يكوات يا رشد يعني بات وتركوه أو خصوصيات بتاك سقوطي في أداتو حلقات أدخل ساتو ولبرنامج هدايتي خوايا دستورات فرهن بو اوی که انسان تذکیه خویستات و مجاهده نفس که یکی اکلو برنامه روشی یا که حقیقت روشو امسد انسان لبرابری خواهشی نفسانی و لزمینه خواردن و خواردنو و مباشرة عمل جنسية أويسي ضبط و كنترول نفس أكا كأم كاري أبيت سببي تيابوني ملكيك لإنسانا حالتك ثابت دائم لإنسانا بو أوي لدواليا لهر منكري في كر لهر شبه في كر وافاتينا وشو بتواني أخي ضبط و كنترولك يعني دوري في فرورشي محدود لصالة مدتك ويدا عندير لم مدتا تمرينك خويت بيري زبط كنترولك وأتال خويت حب نفرتي لمحدودي شهواتي لمحدودي حياتي الدنيا درد و تمرين ثالث رأويك محبوب ومنفور للاي أم أواني بنواع للاي خوا تا تربيت وبقي زندگي كبتواني أوي واخواتي خوشاني خوشيتي حولي بوبا أوي كأوكينا خوشا خوي لي بقريت وإرتي محبوبي نفسيش أما حقيقتي رول جا أبن في حوض شيء نصر آية فانك فصرني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام جابوا أويك حكمتي أم ردتك أمر غوزو لقد لا سردان داني كلمة كان لازم
مطلب احساس کا لازم ہم لے رہا ہوں لے تفصیل ہر آیت و ہر سورے کی تلہ قرآن واجب رعایت اس کے و مطلب او حکم انسان ذہن کرنا دے اللہ وقتی چون لائے قرآن و گرتن ہدایت لقرآن یعنی بیری اوی بیت کام قرآن بزوان عربی مبین مفردات زوان عربی جملات تفقید سوری کند بندی تفقید زوان عربی و هر خصوصیت تل خصوصیات کبو هر لغت و هر زوان بحث کرد ام لوانا عربیه آب و صورت ارواح خدمتی ذهنی خوی خالیه خال لهر جور معلوماتی که آشفته قبلی فرزانه چی دسک بود بوده کلمه خیام اصلا ما مسلمانانا تر بناو بمعنی روزو تلقی اکره یعنی روزو و خصوصیاتو که هست لطلوع الفجر تا غروبی الشمس خودداری بکره لفاردن و فاردن و عمل جنسی بلا اینه ما به ذهنمان پر به آلو معنا وقتی که خریدین تفسیری هم آیت بلکه مدیر من بید که خیام اشی که در مفردات زبان عربی و مراجعه به لغت که این زیان خیام به لغت هایانی اگر آوان چینه برو چکی مهم مهم من بود درکه یه لهم چن آیت جاری خطاب تعالی اول و آخر می یا ایها الذین آمنوا ام خطاب وقتی صادر به دو داشتن دنی اوان سک قبلا ایمان ایمان یان بک خواب و کمی اخلاق دیر یان آخر می و کمی که آخر می ای و قبلا ایمان خان بس لکش می آم ایمان اوی که ام دین به صورت مجمل ناسی کن تسلیم بون تسلیم جوا که زیت منشأ حرکت کن به اقتضای سان دین به موافقی ام هدایت کنون ایلیک دی اوه ای کمو دیتان او فرمانه و استفتیتان اجون که یکی اکلی جزئیاتی او دین يجب للتفصيلات أو مجملة أعمالك إصابه أي أعمال كإيمان عندنا يعني بصدق مجمل مختصر هداية منك النار في تسليم دين تسليم إقواك قدام رجال بصري سلطان آرامي في تسليم إقواك بيث من شئ حركة وعمل أو جورك وعمل دعواك يجب لجزء في أوضينا كم نجملا إلى ناسي ثاني قبول تانكت أعام سكريسي وبتعبير كيف مقتضاء الإيمان كإيوة قبلا كتانكت أما سكا أعام أمري شرعا يتكلم وبعد سواغر بيزي أجر بيزي أعام أمر رعا يتنكم فشلا ادعاء ایمان اصلا دروتی اصلا اصلا مثلا مجملن عشبه که با مصلح بکره قیمانه که با مصلح بکره که قبول که بلا مجواری وقت تفصیلاتی با مصلح بکره که ناشار که مشکلاتی واسیا اقب مسلمی ساتی تسلیمان بکره على بر اول خطاب اکرد لمسلمانان که او احبی سلمانان که تو بید بزانن مسلمان بود انها ادعایت نبو لیان قبول ناسی بلکه لم اقتضیاتی او ایمان یعنی او تک آم امر تبسین ام نداوتی ادعایت جا فقد اشاره مختصر بسین ایمان لسلمی امن بمعنی آرام گرتن طبعا آرام گرتن جوائی نا آرامی و اضطراب و دورا انسان که لناو تاریخی جاهلیتا حرکت که انسان که لناو تاریخی جاهلیتا حرکت که
هر وقت کسی از کرد دشتی را وسیع لتاریخیا لحال اینا کرد و مقصد نازان و رحمنای دیمی حرکت کام تشوی کی تاریخ او انسان هر هنال جنی سکی اوی هست کرد نیو بیماری درنده درسی و خشتی بیشتاب کرد نو چالی سی حلکه و لبیشی شی بلاو مکیده کنید به آوا انسان دیاره که چه حالتی تا وقتی که خور حل بید برچاوی روشن بید تو ریگب دو بید تو رهنمایی که گفت کبید و مقصدی مشخص بید تو ازانه که اجاز مقصدی خوی چون او نا آرامی نانونی و اتوید نو آرامیش انسان جاهلیش آوا تا وقت که نوری هدایتی پیدا نو وقتا وی ادوزیت هو اکاف مقصد لتک راهنمای تا که ایزینه که مقصد حرکت اکا و نو نا آرامی دو ردت تی کریت نو آرامی که آم حالت ایزی ایمان یعنی دارای امن بوی انسان وای بیدید که امنی دست کرد دا اوانی که ایمانیان هنا او دوائی امد که ام هدایت بطی مزمد سیان گئی و ناسیان او تسلیم نیون لجاهلیت در حاسون هم لدی مشکو هم در برنام از زندگیانو و آرامیان گتو آوائیان لحاظ و که تعدیلی آمنی بویان بکار براو که في أواني وابنا فيني تسليم بوني حق بدار الأمن وفي مجمل ناسيان تسليم بوني استعمل كل ذكيان كتب عليكم الصيام كتب وقت بكار أبغيتك أمرك فرمانك رب التأسيد وصادر التريبون آخر اگر ام بیشت صاحی صادر بیو کسی احتمالی بزیری شدو یا لمقدار رجزیاتی غافل بی و اگر نتیجه دوائی یا اصلاح کردن یا لنطاعتا توکاییت کام و حتا جاہی کس بحانی بیت چونکہ صاحی و لبیر نما و لبر و اطاعت باشنک فلان وقت دستوری کتری صادر بود کتری ایتر فرآن والا بردستیا و چون همیشه والا بردستیا و قرآویت مسئول و باستاسی شدیدی لیتر لگه چون دستوری کتری آوافتی سیدی که بو او امدانه و بسورتی مؤکد و انسان صادر بین لوحی خوایا کلمه کتاب زکر كتب عليكم الصيام يعني الصيام بصورة يسرى مؤكد بجورة ثابت دستوري بإدراء وانجم الصيام لا صوم يعني انهر مصدرك وتقوم بمعنى خوغتا خداري كردن جاوتن فقد لا حدی معنا لغوی که ارسنو جاری ناشن لغو معنا معروفه اثر لیه کتب علیکم اخصیح یعنی بس لکی مؤکد فرق را و لسرطان که خوطان بگرم امیشت تعیین ناتا که لسی خو بگرم بله مجملا خمان فهمی اواکر که خو گرتن قاعدتا لسید اوید وان کششی من برو اوستن لانسانا غرائز ارسن که کششیان برو مطلوبات ارسن خو گرتن عبارت اوید لمن که انسان کنترول او غرائزان اتکا و خودداری اتکا لویسا چه برو او مطلوبا فقط اوانی لی فهمک و هر آمه مطلبك فرق مهمي وان اوش اوشك
با توجه به کلام شیخ عثمان، اگر بیت و انسان آواها بار بیت کبر الله لوانی لگه که کنترولی خوی که او رایز کواتی آیا او قوه حب و نفتت شدتی بسیدت اکویت کار لمحدوده حیات دنیا اول و آمن محبوبه خوری هو ادا اویت الان منفوره خوری دور اکاتو در نتیجه هر وقت سایر حیوانات توال فعالی و ککانی من حسر بیتو لدائره حیات دنیا و با انسان نام پس بو عملت انسان نام لازم خودداری یعنی نازل خود و کنترول خود کار لأو وضعیت خود در بینه که مطلوبات فقط مطلوبات حیات دنیا وقت انسان آوها امری که با صادر بوده طرف واوا حتی اصلاحیتر نگهش بینه که اوی که آیا یا تواو امره یا سان روژه کلمه کلمه بیش بینه وقت انسان متوجه اماده که خواه دعوان لیتا که خواه کنترول که لیرای تر اشهر زانه که اجازه نیا و حیوانه تسمیه بود اشد بری آم بین از نظره که لحرکت کردن لدائر حیات دنیا فیمه دارد کتب علیکم یا خوددار کردن کنترولی رای کردن کنترولی لفت کردن به صورت مؤکد و ذکر آنسان كان لازم الإنسان يذا جربت أو نشاط هذا الإنسان يبراز الإنسان له قوة فلان فائدة كما كتب على الذين من قبلكم أم جملة شبه أو سكة أصابون لأن أمر في جديد يتكلم أبو في أبو أم أمة بل في بعض وجود منك خدار كردن زبط كنترولي خو كردن که لازمه انسانیت لا توامی تاریخ انسانیت آمد ها انسان و اینه سیام من بو مکتوب کرده و وقتی مؤکد امر من بو کرده این بسیار مادام اما مختزای انسانیت و لا توامی تاریخی چا رحمتی خوام مختزی دو بنیست هدایت انسان باب و اوی که انسان دو از تنیشه هست وستی خوشیم که نیت خواب زمانی لعن لکن تتقون حکلتی کتب علیکم احبیان شاید ایوه بدون نداره تتقون لیره نیت فرمی تتقون چی مفعولی تتقون محضوطه کلن دور جگانه و مفعوله که محضوطه ویسی قرینه سنید و مکشیه الشيء اللي أنا فقط على كيف يتدري مثلاً محمود يعطي لجلالة الحقمانية للجنة في أدرشة أبي فقط أمان من ذلك أو عمل عطاء أنجام هذا ليريز لعلكم تتقون يعني إيوه وهذا من ذلك جنب أهلي تقوى أهلي إخوان مجهداري تبدن لله طبعاً دوستاني وقت انسان بعنوان انسان خويل نجداري لعل يجب او بكار ادريد كزميلتك فراهم بيك يعني وقتك اسباب ومقدمات الشيء فراهم بيك قاعدة دواي او تشتكر الرضا كلمة لعل القرآن ابو بكار ادريد شايد فيه ومتقيبا يعني اگر بيتو آم سيانا انجام بدريد ام جبتو كنترولا انجام بدريد بوصورة اخوان مكتوبي ترولا سرطان زميني تقوى تنجاب فراهم بوا اميني اتلتي جريك تقوى ام اجبو اول ناصر نحط من اتر متقيوي شون دي اشي توقيبوة القرآن بأينا يدا لما صالي سورتا أكريت مقدمات فراهم بأما نتيجة ثم بدأت أكريت أسباب فراهم بأما مسببين بس
حقيقة تأثير إخواني وأصحابي أتري أصحابك بهم أما ما يعرف تأثيرك بالنتيجة أم القيامة مقدمة هذه زمينة هذه أبو أويك إنسان في تقوى قياك قال ابو الماء في تقوى كل تقوى بريد وكريد كريد تقوى كريد تقوى وإذا الأعمال تمام رشمك وقت إنسان قيام ينجام يعني دو بحثا كن بسر غرائز يخوي أو بسر نفسه و كنترول يخوي كر إذن زمينة مساعدة وميكة مستقيل بيض يعني لتواري أوقات يترو أيام يترو زندين أواني وأخواتي ناقوشة ومنكرة لواني إطفاني خوي بسر حتى روشنا يتصور في عوضة مقدمة حتى زمينة تازة بكر جاء مهم أوصك بل لو يسرني أيام المعدودات بل لو يسرني لمعن رمضان بل لو يسرني خاطئ كل زمن هذا أفرني لعلكم تتقون يعني خذوا اختلاف زمن هذه التقوى قد أنزل تعدد أيام قد أنزل خصوصية لمعن رمضان قد أنزل فرمة لدي في كل دوالة بيئة أو زبط كنترول كردنا سكة إنسان إترغوا زمن هذا سابو من المستقيم تعدد أيام فهو مثالي في سرعة خصوصية إيمان رمضان مثالي في سرعة فهو إنسان سؤول يلا كلمة كانت هل أول وقتيان بمعنى إستيان رمضان معنى مساته كحكمة فيلة كردنا شنك اللقوي أو سؤال ما استحبك خصوصية معنى رمضان للزمن التازل وتخصص نقصد فيها كما كان بذلك أجام المعدودات كان روزك قد بسمارش أنا كان يشاهد وما بالنسبة من ديزن وما يسر واجه على أجل تدفير أن يشهد بولا كأجام المعدودات هل لم سورا لأحكام الحجة أثمان بوصير وزبكار يعني حتى خذي تعديلك أو أغيرك يعني احتمال يروي شيء هذا هل شميك إنسان ذلك بره ليريك أباد إشهر نحسبه بجلالة الفاظة بيسي ذي ذهماني كل معنى رمضان هل شم بدوائي أغيرنا ويكا مهر معنى رمضان أما مهم أوسك لهرك كلمات شميك معنى أبقشن أو نبقشن كمان ذهمان ترنوي لفارجو تحمل كم تقريبا بدأ أفرمي كان روزهم قابل إسمارك وانا كما أما تقريب السياسات في يوم إيسا بيان ساك أمرك جسد واتي أو حرز وعصد السياسات جاء مثلا دقيق لراحة أيضا نفسك فرمي كان روزهم إنك تعلمت راو عمك رمضان يا غير رمضان حتى سيد يا جيد يا سيد يا سنة يا أعام مطلبة دو مطلبة سردوائية در دفاع شده بلنا الآن فقط أوامان در تروك هشن روزي حتى معلومي هي دفاع راحت لك لعندا هشن روزي إنسان سياني جيد فتاريكا جاء كان شن روزة بسر أكريت مثلا أعم روزة بسر أكريت مثلا أعم شن روزة لي شن روزة تري دوائي شن روزة تري أولادي شن روزة تري أولادي وقت المغربي المطلقة المطلق مصداقتي إينا بسيرة في تناوب أكريت أفرادي مختلفة مثلا وقت الجير رجل أكري أملي أملي أو يتربي أو نجي أو يتربي وحروا الشعي عادنا وصوالي أسرادا أعمج على العام كيف الأمل أجام معدوداتك الجمع يتل روزة أكري أملي أكري أولي 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 شكرا جاء أولد ما نصابه بالليل ويسافرني فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخرى جاء هل كان لأيوه نخوش بيالة السفر بيه أو جمالية كل روجاني ترج روجة السفر بيه يعني كان جانبه
كلمة أخرى كجمع أخرى ومستقبل أيام كجمع بمعنى كل ديگر قاعدة وقت ديگر كل بكار أجريك قبل الصوت مشخص بكر كريان بوزي أمانا كيفيكر مثلا أم كتابني كتابي كيفيكر وإلا أدر بيزي برو كتابي كنبو بيزو كتابي كيفيكر اللي يكفيرها ترفت بيزي بوزي اللي يكفيرها كل كتابيكا دروسها وقت المقصود أنه دو كان محطة عدد بيان صادي جو كتير جو كتير جو كتير جو كتير جو كتير جو أما وقت الجريس جو كتير جو في داني جو أو مرس أو كتير جو أو تربع مرمو إنك أم وقت المقصود كتير جو خلال جرون ولا على كتير جو كتير جو إن كتير جو داني تتعين ميا كتير جو دي جرك داني جو كتير جو أسمعت أعمال وعلى الجامل أنا يجي للاي قولن بها أم بجرة خير فالسواء كان على كل بيت يبوي غاشن تيدون إذا أيام معدودات ما مشخص نبو فالسورة في سناولي شايع بولا بين سواري أيام الزندية هز أم أخرى ما كان مبرابر لن أيام معدودات وقراءة سورية ثم أوسعين نبو هر كان دوري بعنوان أخر دوري في هذا الرئيس فهي أو تنبوغة تلوى قبل نفسه في أصل المترحية ثم أو مصورة ومشخصية لا تري أن دبرا بريوا بعنوان غيري أو مترحية أرشن روزة بيجي أما أخرى معلومة أيام معلومات أطلقا لبر أوا أشد قد مزاني في فكر مشخص معنى أيام مشخص معنى كام أخرى لبرا بريوا قرار بريوا أي أو أطلقا لكلمين مريضا وعلى سفر أطلقا فعدة من أيام أخر روجان وترغي روجان لخوشي سفر لك زي بيئة أو من روجة معلومة كل روجي مخوشي سفر مشخصة وحكيت نخوش كود يعني سفر أبو أزعان روجان إذا أواني أي أواني كإيمان دانتنا أبي إيوك هن روجك خداركم سيان تانبو جا که استاد هر کام لعوه چند روز خفیانی بوده اوانی و نخوشی مسافر لوقتی نخوشی سفر کامه لروجان درگاری وقتی سفر کامه در نتیجه فلسفه اوانی بوده که ای اوانی و اوانی ایوان با استثنای روجان سفر و نخوشی غیری او روجانی لسائر العمر كان عدد من روجه في عمران در نتيجة تكليفك رؤكاك الذين آمنوا لغير الوقت مرضي السفر وأعظم دقة ومتوجه منك نخوص مسافر المكلف من بسيط أولاك مهم لرا فهم القرآن كفد قبل ما يتذكر من المذهب جريسة وحتى بعض وقت الباشا إنسان نخوش بيا مسافر بيا روزي بقري يا بعض وقت حتى فرزي وصري بقري هو مطلب السرطة لدوائي بو مقلبيني غير مذهبين حكمي مذهبكي خويا عندي أول شيء أما لفعني قرآنك وكل إنسان ما تفعني يزدني في مقلب صعبة رأيي هر إمامي في الأئمة ورحمة جاء أم فهم شكوكي مني يعني شكوك جديد منك فقط من ذلك أواد أجمع الصواب أو تبدأ كي أعلم لجيسرنا ليوكا بم سورة الأم أبارك بشكري والله إلا علماء السلف كثاني هم أجمع يعني السفر ومرزا تردريس من الإنسان روزي بكري حتى أجريس بدريس وانتريس بكري بيأخذي كي مكلفنا الوقت طبعا الشيء الأواني كان مكلف من أي شيء جاء مرض اللغة أول تعريف أكثرها الخروج عن الاعتدال خالص الاعتدال كإنسان لمزاجه
صحتك والمعروفة لو جبت وبدون كل أطوال أو إنك أرسل بدون النقوش فأنا أولي دي أولي جب بن عليه السلام فهما مكلفنا بذلك فصل اجتماعي المشخصة ومقيد شنبوة بعد ذلك نقضي قرآنك تخيل فهمنا كده ليه رجع الأوقات أنك بمقلبي هالمذهب في أسوأ مذهبك يقول بيانك أما أول كل قرآن في السلام عليكم وسط هر شيء كنا للسفر بيك الإنسان لو قالت عم كلف ميو أم أمر بيسانك جاء لم يرجي نخوشيك برتوزوب استعمال كلمة المريض المرضى لقرآن لسائر جيسانا درك ذلك بعض الشكو مثلا وقت ما عدم نخوشيني كأيكم فهم كريم كأمانا أكون بر كلمة قرح يا جرح ما أكون بر كلمة مرض وك لما وردي حجة هرشان آيات وإما فرمي أجل هاتو إيوا كوكلنا ومحاصرة ريان ندان برن برن بو حج أو وقت هديك الحيوانك يمكن سربرا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فبشان متى انت هدي فكات او جيري وجي حليل يو لغيت تشكر بريتك حرم ولا اطعمه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية قال هذا كسل يا نخوش يا شري أزايد يعني إن مثلا جرالية كسلية زخمة تيوبو أو طاقة ناقرة كسلية نتاشو أو سلية تاشو سبيرا السلية أزايد رأس لبرابر المريض أو يتكتعوك أو مرض خارجة بمتجة نخوش المريض مفهومة كيف أو سكر لعصا خلق سوري النخوش سوى في فرعن زخم الشان وأكون لزاهري بواني الإنسان لا أواني ما كون برمك أما أول شيء في المرض إنا قلت في أقريك ومقيدنا لذا نوع الشيو نوع الشيء أفضل في الإستثنان أفضل بس لا في رأيي أدريك لا إنك مقيدية ومثل المرض لك الشبيب ما دام في هذه أجري المرض يقول لو درستك مكلف أما تائرا أو مؤمنان وإن أجري المرض سفريا مية وضع يبوشن أو مؤمنان وأجري المرض سفريا أوان شو وضع ينروشن بو كي بيجرين إسا جروه كل مكلفين ما ونك أشوي وضع الأوان روشن بو كون يحس كتب لباري أم إذن لوا ونك بنا لسرع أم فهمة كتكليف القيام روناتا كمريض و كثير كوالس الصفر ما دام كوالا وحالتا دوائي وقت كروز جسا أجري إتر قزان وقت أداء ما دام قرار لسرم يكلو وقتا مكلف مية مرض الصفر كوالي دوائي أو مكلف على وقتا وقت خوي وقت أو أيام أخرى من الروز وخياته أما بنا رسر أو فهمي ومكلف أو بصورة رخصة إجابة لك السفر يعني نخوش يا روز المكري أو بنا رسر أو دعي فضل قضايا أما حال دي قلوب المؤمنين طائرة رسولة أواني وعذري نرجو سفريا مية وأواني شكا أجرانا أجرا موقتا
استعجل في بروح السنة المؤمنين ك أكلي في أمان شوف الترغيري أو كبو أو بيبرو أتاكرا أما أنا كثارة هو وقت كفوز وقت أجرين كواني هيدي كبرتي عن بكارة بلغو الله فجورت ك لآخرين جوزي وزوتا لآخرين دحتير وزوتا يتر أمان جوزي عن ثاني العشقين جوزي إذا ثاني كبو أمانة نجاي أو التكلوكي يا أمسان شو في سريع الفتاة لا بياني حكمة الصيامة أثمان ك هدف أو وساء إنسان بوسيلي أم دولي كمينية ملكية وافرة ك للدخول أيام الزندجية كنت قولي خيبك زبط نفسك كإنسان يسو قسمك بأن وقت تحقق قياتك كإنسان لا أصنع أنجام تمرينك خويلة جسدا تمرينك أنجام داد ويأوزيها جسدرك شابي نبوك لميدان فكرة فعال فكرة تاليا تقوى وخو بقمي بوم التحدي إلا أجر بيتو إنسان تمرينة كيف جوريك ومشكلة ويكيف رحشي هي يبساري بابوي ودمت الجسراوي توجهي من فرسيبو أم تمرينة وفكرة من أسلو غيري أول فكرة من فايدة تمرين بو أوسك إنسان فعما بيجي خلاف هابو او يكلا ميزان فعال يكي اصليا اتماني استفادتك لدفع وردي او تمرين اي دوري قامت بك يرشيك اي دوري لما وقتك لو يخوي لدفعو لجيبك وكتب فعيد يرشيك انا برأم اعم انقروها روزيا لسر لا أدري ونجي الرجوع تخليف الفكري عن ذلك أسرني وعلى الذين يطلقونه فدية من طعام المسكين ونقرأته كلها لقراءة سبعة وعلى الذين يطلقونه فدية من طعام المساكين أسرني أواني ورجوع أدري أما بجورك او روزو وقت خلق دولي عن اداته يعني هوايو هيز يعني تشير بنكاتها روزو كبيرين بزوري تيتري لك دائري او كارا قرار جرون وهيزي او